أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. تسود مدينة القدس المحتلة وخاصة بلدتها القديمة ومحيطها أجواء شديدة التوتر في ظل الانتشار العسكري والشرطي الكبير والمكثف لعناصر الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال على بواباتها وشوارعها وأسوارها التاريخية وعلى بوابات المسجد الأقصى الخارجية وفي أسواقها وشوارعها وأحيائها. وحولت قوات الاحتلال القدس القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية في ظل حصارها من كل البوابات والتواجد المكثف في شوارعها وأحيائها لتأمين السلامة والحماية لقطعان اليهود المتطرفين الذين سينظمون في مسيرات كبرى لما يسمى يهوديا يوم القدس، والذي يصادف ذكرى احتلال الجزء الشرقي من القدس وضمها للجزء الغربي وتوحيدها والإعلان عنها عاصمة لدولة الاحتلال ولليهود في العالم. داخليا، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد أن لقاء بين حركتي فتح وحماس سيعقد اليوم في القاهرة برعاية مصرية. وقال الأحمد في حديث صحفي إن هدف هذا اللقاء هو كيفية تنفيذ اتفاق المصالحة وإعلان الدوحة، معربا عن أمله بأن تزال كافة العقبات وأن يكون هناك موقف جديد لدى حركة حماس لتنفيذ الاتفاقيين. أحالت محكمة العدل العليا اليوم بجلستها المنعقدة في رام الله قضايا المعلمين المفصولين إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا المكونة من 11 قاضيا لإقرار مبدأ قانوني بخصوص قضاياهم المتعلقة بفصلهم من الوظيفة. وقال محامي الهيئة المستقلة ومحامي المعلمين المفصولين غاندي ربعي أن أحالة القضية إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا من شأنه إقرار مبدأ قانوني بمثابة القانون، وفي ذلك ما يحل المشكلة من جذورها. أنهى مؤتمر الإعلام العدلي الذي عقد في مدينة أريحة في الفترة الواقعة من 17 وحتى 19 من الشهر الجاري أعماله بحضور قادة مؤسسات العدالة وقضاة نظاميين وشرعيين وعسكريين وقانونيين وأعضاء نيابة عامة وهيئة مكافحة الفساد وممثلين عن الدوائر الإعلامية في مؤسسات العدالة ونقابة الصحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحق الجمهور بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بعمل قطاع العدالة. وتم خلال المؤتمر تشخيص واقع الإعلام العدلي في فلسطين من وجهات نظر مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بتغطية أخبار العدالة ونشر المعلومات الخاصة بسير التحقيقات وقضايا الفساد. أعلن بسام زكرن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن أن الموظفين سيخوضون إضرابا جزئيا غدا، حيث يغادر الموظفون أماكن عملهم الساعة 12 ظهرا، وكل هدفهم تحقيق مطالبهم التي أنجزت لأكثر من مرة، حيث أعطى رئيس الوزراء تعليمات بإنجازها للمسؤولين في وزارة المالية ولكن دون أي استجابة أو تنفيذ للتعليمات والتي تمت بوجود النقابة. كما حذر زكرن بعض الوزراء الذين لديهم ملفات وتجاوزات سابقة بشكل خاص عدم تهديد الموظفين من خلال محاولة ضرب الإضراب، وأن الحق في الإضراب مكفول بكل القوانين والنقابة ستخصص لهؤلاء جزء من فعالياتها. نختم الموجز بهذا الخبر. كشفت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون من الكلية الأمريكية لأمراض القلب عن أن تعرض غير المدخنين لكميات صغيرة من دخان السجائر لمدة 30 دقيقة قد يؤدي لتلف ملحوظ في بطانة الأوعية الدموية والشرايين، وهو ما يؤكد على خطورة التدخين السلبي على صحة الإنسان. ووفقا للأطباء فإنهم لاحظوا تراجعا حادا وملحوظا في وظائف الأوعية الدموية الخاصة لدى الأشخاص الذين قاموا باستنشاق حتى كميات قليلة من دخان السجائر ولمدة نصف ساعة فقط. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.